الدعاء هو العبادة. حديث نبوي حسن صحيح. الدعاء مخ العبادة. برنامج من إنجاز عبد الحنين شامة. كتابة وتهيئة تقديما وإخراجا. قال العلي الكريم في القرآن العظيم في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ربنا الذي جعل الشمس الزرقاء في الأفق ضياء إلى الأرض مشرق، والصلاة والسلام على العبد الماحي النبي المقفي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم يسعد فيه المؤمنون ويخزى ويتحسر فيه المجرمون، في يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت فاهدنا ووفقنا إلى اتباع الحق واكتبنا عندك من السعداء الأوائل السبق، آمين. أخي المستمع، أختي المستمعة، حديثنا في هذه الحلقة السابعة حول المسألة الثانية من المسائل الخمس، وموضوعها الشخص الداعي من حيث قيمته وحاله وهيئته. وقبل تفصيل هذا الكلام وتوضيحه أذكر بالمسألة الأولى التي موضوعها من يدعى. فيها ثلاثة مباحث: المبحث الأول ذو أربعة نقط: من يدعى بحق هو الله. النقطة الثانية: لا يحق أن ندعو أحدا مع الله. النقطة الثالثة: لا يحق أن ندعو أحدا دون الله. النقطة الرابعة: لا يحق أن نترك الدعاء، لا يحق أن يترك المسلم الدعاء. المبحث الثاني في المسألة الأولى: أين الله؟ فأجابنا الله تعالى في القرآن الكريم أنه قريب منا، وأنه تعالى معنا بسمعه وبصره وعلمه. المبحث الثالث يتعلق بصفات الله تعالى. هذا الرب الكريم والإله العظيم ما صفاته؟ له الصفات العلى، فهو قادر وقدير ومقتدر، وأنه غني ووهاب ورزاق وكريم، وأنه عليم وخبير وحكيم. فهذه بعض صفاته التي تدل على أنه قادر على إجابة الدعاء. هو العبادة. فموضوع المسألة الثانية يتعلق بالشخص الداعي، وينظر فيه في ثلاثة مباحث: أولها الشخص الداعي
من حيث قيمته عند الله تعالى. ثانيها الشخص الداعي من حيث حاله التي يدعو الله عليها. ثالثها الشخص الداعي من حيث هيئته التي يدعو الله عليها. وقبل الخوض في هذه المباحث لا بد أن يعلم ويعتقد أن هناك قاسم مشترك بين الذين يدعون الله ربنا وربهم، وهذا القاسم المشترك يتمثل في أن الجميع عبد لله تعالى وحده لا شريك له. كان هذا الداعي ملكا أو إنسا أو جنا أو غير ذلك مما خلق الله تعالى من حجارة وأشجار وبراري وبحار وشموس وأقمار وكواكب ونجوم وسموات وجنة ونار. الدعاء الدعاء مخ العبادة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لا تعجبا حين نعلم أن جميع المخلوقات إذا أصابها الضرر تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء. وسيقول أحدنا: وأين العجب ونحن نعلم أن ما خلق الله تعالى في الأرض أو في السماء إلا ويسبح بحمده وتعظيمه. وأقول: ما هذا الذي أقصد، وإنما يلجؤون إلى الله بالدعاء حين يصيب أحدهم الضرر أو يحس به. فهذه جهنم، النار، النار مثلا، تدعو الله قائلة: ربي أغلق عقلي بمعذرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حديث صحيح رواه الإمام البخاري. ومن الكلام الممهد لمسألة الشخص الداعي كذلك معرفة مقام توجيه الكلام أو النداء بصيغة فعل الأمر. فالمقام الأول توجيه فعل الأمر لمن دونك في الرتبة، وهذا الأمر منك يكون موجب التحقيق. أما المقام الثاني الأعلى منه هو توجيه فعل الأمر لمن ساواك في الرتبة، فيسمى حينئذ التماس، تلتمس منه لأنه ساواك في الرتبة والدرجة. أما المقام الثالث وهو من فوقك في الرتبة، فتوجه فعل الأمر له بصيغة الطلب. والمقام الأعلى منه ولا أعلى فوقه هو مقام الدعاء، ولا يحق توجيه الدعاء إلا لواحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. إذن المقام الأول من دونك في الرتبة، فتأمره
والمقام الثاني من سواك في الرتبة فتلتمس منه، والمقام الثالث من فوقك في الرتبة فتطلب منه، والمقام الأعلى مقام الدعاء. الدعاء الدعاء مخ العبادة العبادة. فالشخص الداعي من حيث قيمته وحاله وهيئته، أما فيما يتعلق بقيمته فالناس فريقان: فريق مؤمن موحد مسلم، وهؤلاء هم عباد الرحمن الرحيم، وفريق مشرك كافر ملحد، وهؤلاء هم عباد الشيطان الرجيم. فالفريق الذي يهمنا التحدث عنه هم الفريق الأول، هم فريق المؤمنين، أما فريق الكافرين فسنخصص لهم بإذن الله تعالى حلقة نتحدث فيها عن دعاء الكافرين، على رأسهم دعاء إبليس اللعين. أما المؤمنون الذين يدعون الله ربنا وربهم، أول قيمة مشتركة بينهم أنهم عباد لله أسلموا وجوههم له تعالى، منهم الأنبياء عليهم وعلى نبينا خاتمهم أفضل الصلاة والسلام، ومنهم صحابته عليه الصلاة والسلام، ومنهم علماء الشريعة الإسلامية، ومنهم أمراء المسلمين، وكل من له اليد في خدمة الإسلام والمسلمين ولو بإماطة الأذى عن الطريق، فذلك أدنى شعب الإيمان أعلاها لا إله إلا الله. فهؤلاء جميعهم محسنهم ومسيئهم، مطيعهم ومذنبهم، قويهم وضعيفهم، سليمهم وسقيمهم، مقيمهم ومسافرهم، آمنهم وخائفهم، فكل هؤلاء دعوا الله تعالى ويدعونه تضرعا تذللا، تضرعا جهرة وخفية، خوفا وطمعا، يدعون الله يرجون رحمته ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. الأدعية النبوية الأدعية النبوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن، ومن الهرم، ومن البخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حديث رواه الإمام مسلم. قال العلي الكريم في القرآن العظيم في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربي رب إنك عفو كريم تحب العفو،
فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم علمنا، علمنا، واهدنا، واهدنا، ووفقنا، وفقنا إلى ما تحب وترضى. سبحانك والحمد لك. صلي وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك. آمين، آمين يا رب العالمين.